مستحيل اني ازوجه الا اذا هو كنت مقصره مثلا في شيء وهو طلب مني شيء ممكن، بس مستحيل. ده انا عشره معاه صار لي 37 سنه، فما معقوله تجي وحده دلوقتي يعني هسه يتزوج، على مستحيل يعني. بس انا اللي اختارها عشان عارفه المعايير والمواثيق اللي هو عايزها، وطبعا اعيش معاه واقعد معاه وراضيه. الا اذا كان في يعني امر مثلا المراه تكون ما تخلف، ما يعني ناقصه امورها، يعني منقصه امورها وذا الكلام ممكن، يعني اذا هو اراد خلاص بس مع السلامه. لا استحاله استحاله، لانه المفروض الزواج بين الاثنين يعني زوج وزوجه، فالزوجه الثانيه وين مكانها يعني؟ موضوع الخلفه وكده، لو انا مثلا ما فيش خلفه وكده فهقبل بدايه دي، بس غير كده لا اكيد لا طبعا لا لا مستحيل. ما نتخيلش اني نزوج زوجي مرحله ثانيه. ما في ضروره، ما اتوقع في ضروره، يعني اذا حدثت الضروره حدث الانفصال. الفكره كلها فإن أنا ما أقبلش على نفسي دي، ممكن حد تاني يقبل وأنا بحترم أي حد تاني يقبل حاجة زي دي. إن هي ممكن تاخد من اهتمامه وتاخد من حياتنا جزء كبير قوي، وأنا عمري ما أقبل بحاجة زي دي. أيوه، لأن ممكن لما يكبر بالعمر صح أحس ما فيني ما عندي أكون عندي طاقة إني أقعد أسمع لكلامه وزنه لما أكون متقاعد برضه، فأحس أيوه أزوج عشان أفتك منه. ما ندري عن الظروف، يمكن يحصل لي شيء أو ظروف انها غصب عني، فما عاد هذا امر يعني اسمح. اكيد اني اقدر اوصل هذه المرحله، وانا اوريدي وصلتها لانه ما عندي زوج. ما اقبلش خالص ان انا اجوز جوزي لواحده تانية لو ايا كان السبب، اسباب معينه فلازم نمشي بيها، لكن هم بيستهبلوا بقى ربنا، هم ما يعرفوش حاجه في الدين والشرع غير الاربعه دول، اربعه 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 بس ما فيش كلام ده.